أنا سعيد اليوم أن أزور مركز مكتب مسام لنزع الألغام في العاصمة المؤقتة عدن. زيارتي هذه تأتي في إطار تقديم الشكر والتقدير والعرفان لمركز مسام على ما يقوم به من جهود عظيمة ورائعة ونبيلة. كل الشكر والتقدير والعرفان للقيادة السياسية والحكيمة والرشيدة في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية على كل الجهود الأخوية النبيلة والصادقة ووقوفهم ومساندتهم مع الشعب اليمني. مع الأسف ميليشيا الحوثي الإجرامية الإرهابية زرعت أكثر من مليون لغم، وهو ما يعادل أكثر مما يعني ما تم زرعه من ألغام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. الميليشيا الحوثية والتي تقف خلفها إيران زرعت الألغام في كل الأراضي اليمنية مع الأسف، وقتلت الأطفال والنساء وكبار السن، وحتى الحيوانات لم تسلم من هذه الألغام. نحن من خلالكم نناشد الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى استمرار برنامج مسام لنزع الألغام في اليمن لمساعدة الشعب اليمني والحكومة اليمنية في نزع الألغام التي تقوم بزراعتها ميليشيا الحوثية. ومع الأسف في اللحظات التي يتم فيها وفي الوقت الذي يتم فيه نزع الألغام تقوم الميليشيا الحوثية بزرع ألغام جديدة. نحن في سباق كبير مع ميليشيا الحوثية الإرهابية. نحن يعني من خلال مركز مسام الذي يقوم بنزع هذه الألغام لتوفير حياة كريمة من خلال تسيير الطرق والأمن والاستقرار في هذه المناطق، تقوم الميليشيا الحوثية بزرع ألغام جديدة، القتل اليمنيين وتشريدهم وتدميرهم وخلق إعاقات دائمة لمن يعيش من هؤلاء اليمنيين. وكل يوم نسمع عن قصص وحكايات مروعة عن ما يعانيها اليمنيين، تفجير سيارات تكون عابرة في الطريق فيها ناس أسر كريمة يعني تمر من خلال هذه الطرقات، حيوانات تقتل، يعني يمنيين أطفال يصابوا بإعاقات دائمة ويفقدوا يعني الأمل ب أو يفقدوا الحماس الكبير الذي يتطلعوا فيه إلى مستقبل أفضل لهم على الصعيد الشخصي. لكن إن شاء الله تعالى بجهود الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومن خلال مركز مسام إن شاء الله سنقضي على يعني هذه الألغام بالتعاون مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام.